اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير اللي ديما كتساندنا، ودابا الحمد لله خدينا 3 بوان كانت مهمه. الفريق الدفاع حسن الجديدي فريق صعب، الحمد لله استطعنا نحققوا واحد 3 نقاط اللي تخلينا نمشيو في المسار ديال البطوله مزيان. دابا مباراه ننساوها ونفكروا ان شاء الله في السوبر كوب، المباراه مهمه اللي خصنا نديوها ونعطيو لقب الجماهير الوداديه. شنو تقول للجماهير باش يحضروا بكثافه في مباراه الافتتاح؟ هما ديما كيحضروا بكثافه، نقول لهم يبغيو يجيو يساندونا بكثره وان شاء الله نهدوا لهم اللقب ان شاء الله. قيمه هدف من داكشي هدف وان شاء الله داكشي شو الى كتب لنا الله ان شاء الله. اي من هدف عالمي ضد الفتح الرباطي اليوم كذلك هدف عالمي ان شاء الله. كنبغيو نقولوا للجماهير هذه غير البدايه ان شاء الله، ونمشيو مزيان في ان شاء الله كل ماتش ان شاء الله نحققوا المبتغى ان شاء الله ورضيو الجماهير الوداديه. شكرا. اي من الجماهير الوداديه؟ ها؟ الوعود ديال اي من الجماهير الوداديه؟ والوعود ان شاء الله نحيدوا علينا هذا السوبر كوب ان شاء الله نمشيو مزيان عاوتاني في البطوله وليما لا تشامبيونز ليغ ان شاء الله. شكرا. نعم بدون ساقيه اليوم يعني غنمشي بكل اريحيه، يعني ربما لعبتي بكل اريحيه اليوم في الملعب، يعني لقيتي راحتك، يعني ربما خلقتي كيف ما لقينا ما لقيناش راحتنا بدايه الموسم. الموسم ديما كتعرف العياء وهذه باقي ما كاع ما واجدين، وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.